لاعبة فريق اتحاد طنجة وعميدته، سن 25 سنة. الطفولة ديالي دوزتها يعني مدرسة دار، كان كيعجبني نلعب كرة بزاف مع الدراري بزاف في الزنقة. كنت صغيرة كانت عندي شي هذاك شي 12 عام تخص هاد الكرة هادي، كنلعب مع الدراري في ناريس وداك الشيء هذاك كهواية وصافي، حيتاش مهنة ما تقدرش تكون. بالنسبة للمجتمع ديالنا حنايا هنا في أكثرية في طنجة ما كتخلهمش في بالهم كرة القدم النسوية. بعض المرات كان يعني إذا دخلت شي تصويرة هايدة لابسة حوايج الكرة ولا شي حاجة كيقول لك العائلة كوزينة ماشي الكرة، ولكن كل واحد وعنده هواية ديالو. يعني بنت بغات واحد الهواية يعني خصكم تندوها وتعاونوها باش توصل للحاجة اللي كتبغيها. أنا كنت كنلعب في سيكوندا واتحاد طنجة كانت باقي في التريسيرا، وملي سمعت بلي اتحاد طنجة عملت فرقة ديال الإناث قلت نمشي نلتحق بهم. مشيت هضرت مع الرئيس عز الدين الخطاف اللي عاوني بزاف 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 الحاجات اللي ما كنتش كنعرفهم. كيفاش تحس بالحلاوة الكورة، فهمتي كيفاش؟ ما كرهتش منتخب، هذا هو الحلم ديالي الكبير، والحلم ديالي اخر نمشي شي فرقة كبيرة 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 يعني خارج المغرب. هي مع اتحاد طنجة حيتاش كنا في التريسيرا وطلعنا السيكوندا، واجمل لحظة اللي انا عشتها الثانية هي ان شاء الله ملي نطلعوا بريمير. حتى شي واحد ما كيعاوننا، حتى شي واحد ما كيساهم معنا، والفرقة هذه هي عز الدين الخطاف، يعني هو مدرب هو رئيس هو كل شيء. قنيطرة كازا الرباط كنشكرهم بزاف 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 حيتاش كيخليو الوالدين ديالهم وكيخليو العائلة ديالهم وكيجيو يتعاونوا معنا هنايا كيجيو يتعاونوا معنا على التشكيطة اللي ماشي مدينة ديالهم. وكنشكر بزاف 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 المدرب ديالنا والرئيس ديالنا والاب ديالنا عز الدين الخطاف. كنقول للجماهير الطنجاويه شكرا بزاف حيتاش كيساندونا وكيجيو يشجعونا، وان شاء الله يشجعونا اكثر حيتاش حنايا باغيين نوصلوا للبريمير ان شاء الله يا ربي. وشكرا للجريده الطنجاوي وشكرا لك.